ومن التقرير إذن مشاهدينا هنالك تفاوت بما حققته المرأة على كافة المستويات، سواء تحدثنا على المستويات السياسية أو الاقتصادية أو نتحدث على مستوى الوطن العربي والدول العربية. لذلك ارتأينا في حلقتنا لهذا اليوم من بيت للكل أن نسلط الضوء على عدد كبير من قصص النجاح الذي ساقت به المرأة العربية مشوارا طويلا من العطاء. حقيقة اليوم قصة نجاح كبيرة في حلقة برنامجنا العربي بيت للكل. يسعدنا أن نتحدث حقيقة عن المرأة العربية، المرأة العربية التي كانت لديها الصفات في بداية البدايات وفي السنوات القديمة حقيقة، ومنذ فجر التاريخ وفجر السلالات كان دور مهم هناك للمرأة. لكن اليوم من خلال واحدة من النماذج التي نلتقيها اليوم هنا في الأردن، سيدة من المجتمع التي بنت ذاتها بجدها واجتهادها، درست القانون ونشطت مجتمعيا وتطوعيا، حملت طموحها وكرست حلما فترشحت لمجلس النواب وفازت نائبا في 3 انتخابات متتالية، فكانت خبيرة تشريعية مميزة دفعها لدخول مطبخ التشريع في وزارة الدولة للشؤون القانونية، بالإضافة إلى وزيرة للتنمية الاجتماعية ورئيسة إلى اللجنة الوزارية لتمكين المرأة. حقيقة نماذج والكلام مشرف، وأنا سعيدة جدا بهذا النموذج اللي هنلتقي به، سعيدة بالمرأة الأردنية والمرأة العربية. اسمحوا لي أرحب بمعالي الأستاذة وفاء، بجد أنا سعيدة بكل اللي بسمعه عن حضرتك من أول التحضير لهذه الحلقة، من الكلام اللي بنقوله. الحقيقة نفخر بوجود المرأة العربية في كل مكان. أنا عايزة يعني أنقل الكلام إلى بيت معالي الوزيرة وفاء بني مصطفى. قولي لي كيف تتعاملين، أنت تربين الأبناء وتتعاملين مع الشأن كمان الخارجي ومع العمل، ما هي الوصفة السحرية؟ أولا مساء الخير للجميع، والله يعطيكم العافية، وأهلا وسهلا فيكم في الأردن، بيت للكل وبيت للعرب إن شاء الله دائما. وشكرا على هذه المقدمة اللطيفة والطيبة، وأنا أرى نفسي دائما بنجاح ونجاحات النساء العربيات في كل مشارق الوطن العربي أو مغاربه. وليست هنالك وصفة سحرية، وإنما هو بالتأكيد توفيق واجتهاد، توفيق من الله عز وجل واجتهاد وعمل ومثابرة دائمة على العمل. دخلت السياسة في سن مبكرة بدعم كبير جدا من عائلتي وأسرتي. زوجي كان كما يعرف الأردنيون جميعا عامل نجاح قوي في مسيرتي، لأنه كان الداعم الأول لي، بالإضافة لعائلتي، لأنه كانوا أبنائي في سن جدا صغير لما دخلت السياسة للمرة الأولى. وبالتأكيد بعد ذلك أصبحت الخبرة، القدرة على التعاطي. لا أقول أن هنالك وصفة من التوازن بين الحياة المهنية والحياة العائلية، ولكن دائما أقول بأنني أعرف تماما متى أضع العائلة أولا، وأعرف تماما متى أضع العمل أولا، بحسب الاستجابة للمواقف المتعددة والكثيرة. والتحديات في مسيرتي كانت متنوعة ومختلفة. في مرحلة العمل النيابي كانت مختلفة أيضا عن طبيعة العمل في الوزارة، والانتقال بين وزارتين أيضا كان أمر مهم وأساسي، مع تركيز الدائم على إعطاء كل الوقت إلى اللجنة الوزارية لتمكين المرأة. هل ممكن أضيف هنا بأنه وراء كل امرأة عظيمة أيضا رجل عظيم؟ دائما يعني مهم، ليس بالضرورة، ولكن يعني أتكلم عن نفسي، أنا من المحظوظات دائما بدعم عائلتي أسرتي وبدعم إخوتي وأخواتي وعائلتي وعشيرتي، يعني قبيلتي في الأردن. يمكن لما ترشحت أول مرة للبرلمان أيضا كان في دعم كبير جدا، وبالتأكيد دعم المنزل والزوج أمر غاية في الأهمية. معالي الوزيرة، يعني المرأة العربية لم تعد بحاجة لكوتا لأن تحقق ذاتها وتنجز نفسها في كافة معتركات الحياة. بدنا نختلف من أول الحلقة. لا أكيد المرأة صار في لها دورها وصار في لها خبرتها وإنجازها اللي بوصلها للمراكز القيادية العالية. ماذا عن المرأة الأردنية؟ ما الذي أنجزته حتى يومنا هذا؟
يعني المرأة الأردنية عبر تاريخ الدولة الأردنية وبعد يعني دخولنا المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية اللي بدأناها أيضا هذه المئوية بمسارات جديدة للمرأة في التحديث على مساراته الثلاثة السياسية والاقتصادية وتطوير القطاع العام، حققت في المئوية الأولى الكثير للمرأة بذاتها وللأوطان، لأنه هنالك مقولة لجلالة الملكة: تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع، يعني تمكين المرأة عندما تنهض المرأة لا تنهض لوحدها وإنما تأخذ بيدها المجتمع، تأخذ بيدها العائلة أولا ثم تنهض بالمجتمع ككل. فبالتالي يعني حققت النساء وصول كبير وموجودة في مواقع صنع القرار المتعددة والمختلفة، والمؤشرات الوطنية والدولية تثبت التقدم الكبير اللي حققته المرأة الأردنية. لكن أكثر ما دائما أؤشر عليه التطور الكبير على وجود المرأة في مواقع صنع القرار. يعني إحنا مثلا في الأردن لدينا حاليا عدد من الوزيرات 5 من 26 وزير في التشكيلة الحكومية، لدينا عدد غير مسبوق من الأمينات العامات والمديرات العامات، والأمينة العامة أو الوكيل الوزارة زي ما بيحكوا ببعض الدول العربية. هذا موقع جدا مهم، لأنه الموقع الثاني في أي وزارة، إحنا لدينا الأمينات العامات موجودات في وزارات سيادية ومهمة وأساسية، وأيضا مديرات عامات لبعض المواقع الهامة جدا. وجودها في القضاء كان مميز وعلامة فارقة للنساء الأردنيات. أيضا نعمل حاليا وبعد إطلاق الحكومة الأردنية في 4 من ديسمبر الماضي الاستراتيجية الخاصة بتمكين النساء في رؤية التحديث الاقتصادي، نعمل بجد واجتهاد كبير جدا وبدعم من دولة الرئيس والفريق الوزاري بأكمله على أن يكون هنالك زيادة إن شاء الله لنسبة المشاركة الاقتصادية، لأنه هذا واحد لازال من التحديات الهامة. لكن لا أستطيع أن أمر على موضوع أنها لا تحتاج إلى الكوتا مرور الكرام، لأنه أنا كنت دائما في المطبخ التشريعي وأجد بأنه الكوتا أو المقاعد المخصصة بأشكالها المختلفة والمتعددة كانت السبيل في كل العالم. يعني لا يوجد هنالك دولة في العالم استطاعت أن تقلص الفجوة الجندرية بين الجنسين دون أن تبدأ بشكل من أشكال التمييز الإيجابي للنساء أو حتى لفئات معينة. ويمكن إحنا في منظومة التحديث السياسي اللي شكل لها جلالة الملك لجنة ملكية ومرت توصياتها عبر المراحل الدستورية الثلاث وأنتجت تعديلا دستوريا للمرة الأولى يتكلم عن الأردنيين والأردنيات، ويتكلم عن مادة متخصصة تتكلم عن المرأة في الدستور. هذا بالنسبة لنا كان انتصار كبير جدا. هنا وجود التأنيث في الدستور مهمة. طب أنا هنا ليا بس مداخلة سريعة، يعني هل حضرتك زي ما بتتكلمي كده أعتقد كمان أنه جلالة الملكة رانيا يعني هي نفسها يعني كملكة عظيمة تدعم الفتاة الأردنية والمرأة الأردنية، وأعتقد ده أيضا يعني له دعم كبير لوجود المرأة الأردنية ونجاحها في كل ما تحدثتي فيه؟ بالطبع جلالة الملكة رانيا نموذج قيادي بنفتخر فيه، مش فقط كأردنيات، كل النساء العربيات صحيح. والمسلمات. وأنا كنت يعني في عندما كنت في البرلمان كنت ألتقي مع قياديات من كل العالم، هي يعني تمثل أيقونة نسوية وتركز بصورة كبيرة جدا على مفاصل هامة كالتعليم والطفولة وحماية الأسرة وحماية الأطفال. هذا أمر غاية في الأهمية، دعمها الكبير للفتيات، أيضا التركيز على تعليم الأشخاص من فاقدي السند الأسري وتركيزها على القضايا الإنسانية الخاصة بي
للاجئين وحق الأطفال اللاجئين في الحصول على التعليم. هذا جدا مهم وكان بالتأكيد له دور كبير جدا في دفع مسيرة ومسار المرأة الأردنية. لا ننسى أن أول كوتا منحت للنساء كانت في عهد أيضا جلالة الملك عبد الله، الله يطول عمره وبنبارك له بعيد ميلاده، لأنه هو في 2003 أخذ على عاتقه إعطاء النساء أو الدفع باتجاه وجود قانون انتخابي يكون فيه حصة للنساء.